بلاصه ديال من هنا جديده ولات ب 20000 فرانك، راه سنغافوره وما كايناش فيها الثمن، من هنا سنغافوره واقيلا اقل من الثمن. الوراق ماشي في المتناول كيف كانوا ديما، الشناقه اللي كيزيدوا والورقه ديما ثمنها هو ثمنها، اما اللي كيكثر بنادم فهمتيني كتبدا المضاربات وكتبدا التلاعبات، الناس دايره ما بغات الانسان صراحه. اربعه البلايص غادي الجديده قال لي 40000 فرانك، خطوط داخليه شحال كدير؟ من هنا الجديده غتقدر تركبها ب 40000 فرانك في الخطوط الداخليه، اربعه البلايص ب 40000 فرانك غير رجع مولاهم ب 40000 فرانك، شحال مصور هو طيله العام؟ غادي نبني ملال التذاكر اخويا اش غادي نقول لك؟ تتلعب ما بين 100 110 درهم. انا جيت من مدينه طنجه الصراحه هي معروفه 100 درهم باش كنجيو، ولكن الظاهره اللي كاينه هنا صراحه الله هي الوسخ والافارقه والمتشردين في هذه المحطه ديال ولاد زيان. الصراحه تكون شويه ديال النقاء سيرتو في هذه المناسبات ديال عيد الاضحى، تيكون شويه ديال الزحام في ترونسبور وطاف لي طواليت. ولاحظت واحد القضيه دابا هنا في هذه المحطه اللي هي تعتبر اكبر محطات في المغرب وما فيهاش الماء، انا دابا هبطت شفت الماء ما كاينش، يعني هذا مشكل اللي هو كبير. والصراحه هادشي لا يبشر بالخير، محطه بحال هذه بهذا الوسخ وبهذا الاورغانيزاسيون ما كايناش، كله تيقطع في اي بلاصه فين ما جات الاوراق، يعني هادشي ما مخادش. كنتمناو من المسؤولين يشوفوا هذه المحطه او يديروا شي محطه جديده من هنا للايام الجايه ان شاء الله، وتكون القضيه زوينه وطال المواطنين يلقاو تكون واحد الاريحيه في التقطاع كما كاين دابا حاليا في طنجه. محطه واخا كاين ازدحام ديال الناس ولكن كاين تنظيم، كل تيمشي للكار ديالو ولي تيكيت ماشي بحال هكا، وفي الرباط كذلك. وتنتمنى ان شاء الله تكون شي محطه هنا في الدار البيضاء اللي غادي تكون مزيانه ان شاء الله من هنا. غادي خريبكا خريبكا الثمن غالي، مول كان كيطلع ب 40 درهم دابا داير لها 60 درهم زايدين. دابا السارقه كيديروا السارقه وكاك عين باين. قال لي 60 درهم، قلت لي واش غتحط لي شي بلا في الطريق؟ الطواليت ما يوقفكش ليها، تيقول لك لوطوروج وما يشدش بك لوطوروج كاع. وحنا قطعنا ب 60 درهم، مش عاد بلا مش بقى واقف هنا تشمش الصادر، قطعت ب 60 درهم. كي رانا خويا ساعة وقفت عليه هو اللي كاين، الاخرين خرجوا قبيله، قطعوا ب 80 درهم، قطعوا ب 70 درهم، قطعت في هذا 60 درهم، قلت اللهم 60 درهم ونمشي في حالي.